صيحه مواطنه يشوف المواطن العادي البلدوزر هذا بتاع القوانين وحل المؤسسات ايش يقابله في قفه المواطن. شوفوا صيحه مواطنه ونرجعوا. يلا. شعب تونس شعب ذليل ذليل، كي نرينا الصف هكا منهم حطينا روحي احنا شعب ذليل، خاطر كي نسمع انا نلقاو الاطنين نتاع البن وبعد نوقف نضيع ساعه ونص انا من وقتي، احنا شعب ذليل حبوا كان عيشه الذل، شكون يركب على الاحداث هيك اش قاعد صاير عليه؟ وينو البن اللي لقاوه؟ وينو؟ نوقف نشد الصف على السكر، نشد الصف على حليب، ناخذ باكو حليب خبيه في ساشي يكحل باش ما يراوكش، السكر الزيت ما فماش، هيك ما فماش، جيسكا كون جيسكا كون، وكان ما نشدوش الصف ونمرقوا فيهم تو كل شيء نتوجد. فما احنا نحبوا هكا نركبوا على الاحداث ونحبوا لا بروباغوند ونحبوا الشيء هذايا، نمرقوا فيهم وما نشدوش الصف ويخلي يسكر قهوه تو القهوه تتوجد. اما احنا شد الصف واعمل وحشم روحك وقرق وزمر على 200 جرام. وين البن؟ البن وين؟ شدوا دبوا في طريق تنيور فيه 50,000 طن. اللوز شدوا عنده 50,000 طن. فلان شدوا عنده البن، وينو البن؟ وينو البن؟ وينو الزيت؟ وينو السكر؟ وينو الحليب؟ وين كبين سعدهم الراقد؟ وينو هذا الكل؟ وينو الشين هذايا الكل وينو؟ والله صيحة من القلب هذا مواطنة صفاقسية. سي ماهر عايش على الإشاعة. الشاعر نزار قباني اعتقد هو وقتها يرثي في نزار في جامعة عبد الناصر يقول يحشون الجمهور تبنا وقشا ويتركونه وحده يملكون الهوى. الآن السلطة بعد أكثر من عام وسبعة شهور لا تملك أن تطعم الجياع المزمرين الا لاشاعات، شد البن، شد كذا، شد الصحيح، فمش حاجه. اربط اركب على الحوت وسيب في البحر. انا نحب من خلال قناتكم المحترمه ومن خلال برنامج المثير للاهتمام نحب نتوجه للشعب التونسي. اليوم معناها عندنا عام وثمانيه شهور من حيث صار الانقلاب اقدم عليه قيس سعيد بمساعدة معناها القوى العسكرية والأمنية، معناها استقطع كل شيء في تونس، كل شيء، السكر والزيت ومعناها القهوة وكذا. يقول القائل شنو هي الطريق، أسلم طريق باش يرجعوا المواد هذه باش ترجع العجلة تدور في تونس؟ معناها هذا هو السؤال الرئيسي. أنا معناها عندي 20 سنة لبرا وعشرين سنة ضمن المناخ الدبلوماسي والسياسي والعلاقات الدولية، ونقول لهم راهو باش يرجع معناها أقل شيء الاستقرار، ما يمكن إلا بعودة ديمقراطية. وقت نقول عودة ديمقراطية أنا لا أنادي بعودة راشد غنوشي وبرلمان غنوشي والكلام هذا كله ما عندوش حتى معنى. راشد غنوشي في قدره في مكانه حتى حد ما يجي يزحزح ولا يمس شعره منه لا اليوم ولا غدوه. لكن اللي يهمنا الديمقراطيه والحريات، لازم ترجع البلاد تغلي، البلاد تغلي من الداخل، ناس معناها فلتت، ناس تعبت، ناس مات بالجوع. ناكد لك ليس مستوى الفقر تجاوز 21%، اليوم مستوى المجاعه في تونس خطير وخطير جدا. أكبر تحدي لأي حكومة غدوة منتخبة وطنية هو محاربة الجوع والمجاعة وليس الفقر. وهذه حقيقة. حقيقة. ما ثماش بدولة معناها عايشين بأقل 400 دينار بينما الحد الأدنى للأجور يجب أن يتجاوز 1000 دينار. نحب نقول لك ومن خلال قناتكم موقرة. راهو بعد ما كمل البرلمان وكمل كذا وكمل كذا راهو من غدوه مش بعد غدوه مش يبدا بالاتحاد، الاتحاد العام التونسي للشغل اخر قلعه للصمود والنضال مش الدقدقه الدقديق. لكن يا سيد ماهر هاو تصريحات جديده للامين العام المساعد حفيظ حفيظ اللي يقول انه الاتحاد راهو ليس بغض دعايه لاي كلام بل هو يعارض من اجل اصلاح ما صار 25 جويليه. نعم يعني انا ما نحبش نرد لانه ثم ناس ديما حق قد ما يقرصوا ويضربوا معناها ياكل بالكف
وهو عاتي لذل كارو. هذا رجل تحديدا عاتي لذل كارو، كل واحد من صندوق يلبس. نحب نقول لك وانا عندي ثقه في قياده الاتحاد وفي القيادات والزعامات التاريخيه للاتحاد بانهم سيستفيقون ويحافظوا على الشقف، لانه الشقف سيسقط. الاهم شيء واهم رساله نحب نوصلها للمواطن التونسي، ليس مساله سياسيه ولا شيء، يجب ان يضغط المواطن التونسي من عوده الديمقراطيه في تونس. اذا ما عادتش الديمقراطيه اراه ليبيا غدوه، مش بعد غدوه، غدوه مسير فيها انتخابات، وانتخابات عادله معناها تحت رقابه دوليه. ونحن عملنا انتخابات عارضها 90% من الشعب التونسي، ومشى عمل بها يعني. واكبر معارض لقيس سعيد ما هوش راشد غنوش، هو قيس سعيد بيدو ربي هالكو وحده. معناه اليوم ثماش واحد شفتوش برلمان في العالم، واو معناه سعلي عايش فتره كبيره في معناه معناها بريطانيا ولندن اللي عراقه البرلمانات في العالم. النهار الاول برلمان يخرجوه من البلانيير من قاعه الجلسات مشادينه معناها زوز بوليسيه يهزوه ما يهزوه معناها للسجن. يعني للدرجه هذه خايف مرعوب هو من اي شيء حتى من برلمان بتاعه هو. انا نحب نعزي حقيقه بكل لطف صديقي وزميلي القديم سي زهير المغزاوي اللي معناها كان من ولا يزال من المحمشين بالنار من اللحظة الأولى من الليلة الأولى، هو وسي مكي وكان معهم سي الأبيض فهمتني، من الليلة الأولى زاروا قيس سعيد وهذا مش سر في بيته. ومعناها من الاسبوع الاول قالوا يجب ان نعمل حكومه الرئيس، ومعناها وقفوا مرتين سنتين ميزانيه تونس من اجل الرئيس، عملوا اللي ما يتعملش من اجل الرئيس. واليوم سي زهير المغزاوي وحركه الشعب المناضله فهمتني ما جابت معناها بضعه اصوات وخسرت معركة معناها رئاسة مجلس قيس سعيد. هو من خلال تصويت سيد ماهر تعريجا ومن خلال التحقيق على الأقل اللي أجراته الكتيبة، الكتيبة كانت عندها تقريبا ما أكثرش من 15، ولكن نعم قالت أنه حركة الشعب عندها 9 فقط تحقيق قامت به الكتيبة، اسمح لي نجمع عندي الصورة، ولكن يتأكد تحقيق الكتيبة من خلال اليوم التصويت الأولي على مترشحين رئاسة البرلمان السيد الجمودي اللي جاب 21، يعني في الاقصى تعرف اقصى 21، اذا كان لو كان عندهم 21 ولا اكثر من 21 راهم جابوا اكثر. بالتالي يتاكد ربما تحقيق الكتيبه اللي جابوا حق الشعب كان 9، اسمح لي، وعندك كان تسر الشعب اللي فيها سي عبيد البريكي، عبيد البريكي في عهد الحريه. ما هو سؤال مهم قطعتك قبل يقول لك المال الفاسد، المال الفاسد منعنا من اجراء انتخابات ومن ترشح البرلمان. أو تنحل المال الفاسد. ياكم جبتوا السر حتى في عهد سيدنا. نعم. لا ومعناها وهؤلاء هم وسوسة الشياطين اللي معناها وسوسوا من اللحظة الأولى لقيس سعيد. ماذا جنيتم؟ لا شيء ولن تجنوا شيء إلا الخزي والعار، وسيكتب التاريخ أنكم أنتم من ساهمتم ووسوستم للقضاء على الديمقراطية. أنتم ومعناها السحر الأكبر قيس سعيد. أنا اللي يهمني هو الشعب التونسي. نحن ما احناش نعمل السياسة بعصبية كما بعض الناس، احنا ما نعملش السياسة بالخطاب المتشنج، احنا نواب شعب منتخبين. أقسمنا على احترام الدستور والوفاء لتونس. راهو نحن ما احناش مؤخرين. اللي في السجون واللي في المنافي واللي في كذا واللي في كذا، ومن جميع الحساسيات ومن جميع الكتل. يعني عندنا سي وليد جلال معناها فهمتني مستقل اللي كان تحيا تونس، عندنا معناها فهمتني سي نور الدين بحيري احد زعماء حركه النهضه وكتله حركه النهضه، عندنا سي علي العريض، عندنا كل سي غاجي الشواشي معناها مؤسسي ومن قاده معناها التيار الديمقراطي، عندنا سي عصام الشابي اللي هو كذلك نائب في مجلس تأسيسي، معناها الشيخ الحبيب اللوز.
الكل اللي في المعتقلات واللي البرة واللي موجودين على الأرض وكل معناها في جبهة خلاص وخلاص، راهو نحن ما احناش متأخرين على القضية دي. اثنين راهو نقول ونطمن الشعب التونسي، راهو نحن ديما الطريق نتاعنا سلمي مدني، السلمي المدني يوخر شوي. ما احنا لو كان ناس اخرين استعملوا العنف وكذا وكذا يعني يحرقوا مراحل، لا نحن من نهار الاول راشد غنوشي قال حجر لا، كلمه ناديه لا، غلطه لا، ونحن ما زلنا في هذا التوجيه. نعم. بل اكثر من ذلك نحب نقول لك، حتى بالنسبه لاشياء لهياكل لكذا ديما يقول الدستور والقانون والنظام الداخلي، ما نجموش نعملوا اي هيكل مش موجود في الدستور او في القانون او في النظام الداخلي. صحيح يتاخر شويه معناها النصر، لكن النصر اللي هو بشرف وبكرامه هو اهم شيء. الاهم من هذا نحب نقول الشعب التونسي راهو، وهذه حاجه خطيره، راهو من العزله الدوليه الان النظام قيس سعيد منبوذ. منبوذ ثم قبل العزله الدوليه، يعني الدول ما تحبش تتواصل معه وكذا، ما يحبوش يعطيه قروض، ما يحبوش يعطيه كذا. الان قيس سعيد شخصيه منبوذه، راهو يا توانسه فيقوا على رواحكم. راهو نقول لكم انا ما عنديش كره شخصي قيس سعيد، عندي كره ورفض بات لسياساته وتفكيره وخطابه، لكن شخصي ما عندي حتى مع حتى تونس. نعم. لكن نقول لكم راهو قيس سعيد منبوذ في الخارج. ايش معناه منبوذ؟ معناه ما يدور به حد. واضح. لا مهم جدا، من فضلك بنك الدولي راهو مضمض، صندوق النقد الدولي راهو مضمض، تعمل برلمان منصب، تعمل كذا تعمل كذا، لانه شنو اللي عمل؟ لانه هو عمل حاجه حتى حد في العالم مازال قبلها. يعني تونس اول بلد في العالم الاسلامي هي حاله الوحده نتاع العبوديه، يجي هو مازال يحكي باللغه نتاع العبوديه والتغيير الديموغرافي، وهو لانه زيد نفسروا الشعب التونسي مهم نفسروا له. معناها قيس سعيد شنو مشكلته هو حتى في الحياه السياسيه؟ كي يغلط ما يعتذرش. هو لو كان معناها عنده ثقافه الاعتذار، شكون يعتذر؟ الضعيف ام القوي؟ القوي جدا هو اللي يعتذر. قيس سعيد اخطأ مع رئيس مجلس النواب، كذب على رئيس مجلس النواب، اخطأ مع رئيس الحكومه المنصبه اللي معاه، كل يوم معناها مشلكها قدام الشعب التونسي كامل. وهي امرأة فاضلة، نحكي على المستوى الشخصي، السياسي موضوع ثاني، لكنه مشاركة البرلمان هذا المنصب نتاعه مشاركه من النهار الأول، دخلها من الحبس ومازال مش يعمل فيه من الشعب. وهذا ما لا يجوز كسياسي. أنا نحب نقول إذا قيس سعيد راهو اللي يعمل فيه توا كيما نقولوا معناها التزيين وزير الخارجية منصب، راهو ما يتعداش. لازم هو قيمة في التلفزة معناها سب الأفارقة، سبهم وقال كل مع عنصرية لازم يعترف بها ولازم يعتذر عليها. علاش؟ لخاطر الشعب التونسي مش يموت بالشر، مش يموت بالشر. شو هو يعني قيس سعيد المخيال نتاعه او يعني الرجل اللي هو معناها المثال الاعلى نتاعه هو العقيد القذافي. باهي. نعم. العقيد القذافي من عدته على الاقل 10 سنوات افريقيا، قيس سعيد ستسقطه افريقيا. والمشكله انه مش مشكله في سقوطه، المشكله انه مش يجوع الشعب التونسي. طيب راهو شي معنى، هذه هي المشكله الاساسيه. هذه النقطه.